النهارده كابتن محمود الخطيب اتكلم في نقاط هامه جدا. هنطلع نشوف كلمه رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي، ونرجع نكمل كلامنا عن ماذا قال كابتن محمود في هذه الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه السيد محمد امين الحوت جي ال سي استاذ الحضور بالكامل، بستاذنكم الاول ان انا مش عايز اتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز اتكلم في حاجه يجب ان احنا كلنا نسلط الضوء عليها، لان حاجه شرفتنا كلنا كامه عربيه. بستاذنكم ان احنا الاول نقدم التهنئه. تهنئه الحقيقه من القلب وتحيه واجبه للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقه كل العرب. وقدم مستويات رائعه جدا جدا وحقق انجاز تاريخي في كاس العالم. واثبت حاجه مهمه، مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان في ايه؟ اثبت ان الكره العربيه بالتخطيط الجيد، الكره العربيه والانضباط بالانضباط والالتزام في العمل والروح العاليه والثقه في النفس تقدر تصل، يعني تصل وتنافس اعلى المستويات العالميه. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربيه الشقيقه. مبروك لكل المسؤولين في الحكومه المغربيه بصفه عامه، والمسؤولين عن الرياضه والمنظومه الكرويه بصفه خاصه. طبعا كل امنياتنا بالتوفيق باذن الله، باذن الله في اللي جاي ان شاء الله كمان. مع انهم يعني وصلوا مرحله الحقيقه، يعني زي ما ابتديت كلامي، مرحله تسعدنا وتشرفنا جميعا كامه عربيه. كمان عايز اهنئ دوله قطر. دوله قطر الشقيقه اللي ابهرت العالم كله في تنظيم البطوله. الحقيقه قطر قدمت مستويات رائعه في كل حاجه، كل حاجه معمول حسابها، من اول ما تحط رجلك في الطياره وانت رايح لقطر لغايه ما ترجع، كل حاجه معمول حسابها، معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقه. ويمكن ده بيخليني اقول بكل وضوح ان قطر صعبت المهمه على اي دوله هتنظم كاس العالم بعد كده. اللي حصل الفتره الاخيره دي في قطر هيصعب المهمه، اللي قدمته قطر للعالم كله هيصعب المهمه على اي حد ممكن ينظم، اي دوله ممكن تنظم كاس العالم. لازم تدرس اللي حصل في قطر وازاي تدرسه عشان ازاي ان هي كمان تعمل زيه. الحقيقه قطر من خلال كاس العالم قدمت صوره مبهره عن دولة قطر للعالم كله، العالم كله بيتفرج على قطر دلوقتي. هنا عايز اهنئ كل المسؤولين في قطر، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والحكومة القطرية اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي يقدموا قطر للعالم بصورة غير تقليدية، بصورة يعني الحقيقة تشرف الأمة العربية كلها. بأن كمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على مجهوده اللي أنا لمسته عن قرب الحقيقة، الراجل ده ما كانش بينام لغاية ما الدنيا توصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقيقة أنا سعيد جدا بقطر وبالمغرب، وأعتقد إن كلنا سعداء بيها جدا. الناس الحقيقة قدموا حاجة فعلا تشرف الكرة العربية، وأثبتوا كمان على أرض الواقع، مش بالكلام، أثبتوا على أرض الواقع إن الدول العربية قادرة على إثبات وجودها في أي وقت، وقادرة على منافسة فنيا وتنظيميا، وقادرة أيضا على أنها تقدم الأفضل. والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل، الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة، أتمنى بقى الإنجاز اللي حصل ده من دولتين شقيقين المغرب وقطر
يكون دافع للأمة العربية كلها. احنا كمان كان المفروض ان احنا نعيد حساباتنا الحقيقة في امور كثيرة خاصة بالمنظومة الرياضية، لان مصر كبيرة جدا، مصر ام الدنيا، مصر تستحق مكانة رياضية افضل بكتير جدا، خاصة ان الدولة بقيادة السيد الرئيس الحقيقة بتدعم بتساند ما بتتأخرش ما تستنى يعني مش يعني ما تأخرش على أي أمر ممكن يطور الأداء في كل المجالات. كمان عايز أقول إن مصر هي أول دولة أفريقية، أول دولة عربية تصل لكأس العالم، كان سنة 34. بس إحنا مش عايزين نعيش على التاريخ، إحنا محتاجين نشتغل بجد كويس ونعيش الواقع اللي احنا عايشين فيه. دلوقتي بقى اقدر اتكلم عن المؤتمر بتاعنا. فمره تانية برجع لمؤتمرنا النهارده، برحب بيكم في النادي الاهلي، برحب بالاستاذ محمد امين الوحوت المدير التنفيذي شركه جي ال سي، برحب بالاخوه الاعلاميين والمصورين. النهارده احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقه من الخطوه الثالثه في ملف الرعايه او حقوق الرعايه للنادي الاهلي. ملف الرعايه ده واحد من اهم الملفات الرئيسيه يعني بالنسبه لنا. كنا بدأنا الخطوة الأولى مع شركة اتصالات مصر، ثم بنك أبو ظبي الأول مصر، والنهاردة بنتعاقد مع شركة جي ال سي الشركة الألمانية اللبنانية للدهانات، وإحنا سعداء بالتعاون والشراكة معها. على فكرة دي مش أول مرة نتعاون مع شركة جي ال سي، إحنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر، وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحة دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربة، دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكة مثمرة تحقق مصلحة الطرفين باذن الله، سواء النادي الاهلي او شركة جي ال سي. حقيقة الخطوات اللي تمت في ملف الرعاية لحد دلوقتي خطوات جيدة جدا الحمد لله، وباذن الله باذن الله يعني هنشتغل اكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه في من عائدات الرعاية وعائدات اخرى. هنوصل بإذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيرة، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني النادي الأهلي 4 أندية، أهلي الجزيرة، أهلي مدينة نصر، أهلي الشيخ زايد، أهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبة للناحية الإنشائية والناحية الخدمية، لكن كمان الناحية الرياضية بقى النادي الأهلي عنده 19 لعبة رياضية جماعية وفردية رجال وسيدات من سن 5 سنين لغاية الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الأعمار. المهم بالنسبة لنا احنا كمجلس إدارة ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا وأعضائنا او أعضاء الجمعية العمومية، سواء على مستوى الرياضي او الإنشائي او الخدمي، ويفضل الأهلي دايما بإذن الله بإذن الله يكون الأهلي دايما في المقدمة إن شاء الله. مرة تانية عاوز أأكد أن الشراكة مع شركة جي ال سي من الشراكات المهمة، وهي شركة كبيرة متميزة وليها اسمها ومحققة نجاحات، ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمة الكيانات الكبيرة. علشان كده هتكون الشراكة معهم بإذن الله مثمرة لينا وليهم بإذن الله، لأن الارتباط باسم النادي الأهلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول لمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. لما يحملوا اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جريفة يعني، والحمد لله كل الأرقام والإحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام ده. وهنا لازم نأكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، أنا بعتبرهم شريك الجماهير. إذا كان النادي الأهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الأهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الأهلي النهاردة إن يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاة كلها بتتهافت عليه لتاريخ الأهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الأهلي وجماهير النادي الأهلي. كمان عايز أقول إن إحنا عايزين يعني أتكلم في النهاية بس يعني أو في الختام، يعني مش عايز انسى طبعا شركه
دور الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري لحقوق الرعاية بالنسبة لحقوق النادي الأهلي في الرعاية. وكمان بأكد تاني على شكرنا للدولة ومؤسساتها الوطنية على الدعم والمساندة المستمرة للرياضة المصرية، سواء الأندية أو الاتحادات أو الرياضة بشكل عام المصرية. كمان مش عايز أنسى شكر زملائي مجلس الإدارة كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على أكمل وجه، وكمان الإدارات التنفيذية والإدارة التنفيذية. طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، ودايما إن شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.